عنكم ده حضرات فتنيه الابيض البطل العالمي ست رامبو ابولو اللي لف حوالين العالم بالموتوسيكل بتاعه بيلعب العاب ناريه على الموتوسيكل البطل العالمي ست ابولو رامبو. ودلوقتي يا حضرات هنلعب لعبة الموتوسيكل الخطيرة. الرجاء اطفاء السجاير والحفاظ على الامن والامان والنظام. هما سليم الحمد لله سليم. ايه مالك؟ لا قول له اجي حاسب بضوعي بس. قادر اهي كده؟ لا حلو قوي. بيتك كنت هتودينا في داهيه. ما هو بتاع السرير على ميه. ايه اللي عملته في الموتوسيكل ده يا بلزق بلزق؟ الحمد لله سليم الموتوسيكل 100 100 سليم والكلاكس شغال بس احنا اللي بايظين. انا عايز موتوسيكل سليم والعجله قدامنا اتكسرت. لا طب خد رجلي عبد العزيز الورانيه. ازاي رجلي؟ انا ما عنديش ستيبل. ما انت عارف وكتب تاليه كمان. انا هروح فيكم في 60 داهيه قدام على اسم نصابين حراميه. اوعى تقول حراميه نصابين. معقول؟ لكن حراميه حزاك. اخرس انت تخرس. ايوه بيقول لك انت تخرس. انا تخرس؟ انت بالذات اللي تخرس. سعادتك عايز مين فينا اللي يخرس؟ ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا. الشنكمانات يلا. لا شنكمات. لا احنا لا مؤاخذه ما نضربش بالشنكمات. فاهمني ولا لا؟ فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله. معاك كام يا عبد العزيز؟ معايا. قول لي معاك كام؟ عشان راجل. الموتوسيكل بكام؟ الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول. انت معاك زي اللي معايا؟ معايا زي امبارح. انت عملت زي امبارح. بس الواد عباس. الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك. وعباس جاي جاي جاي, جاي وهتاخد فلوس. الله عباس اهو تعالى. مش شايف هندريه؟ تشكر يا بيوم يا امير. الحساب يا فنديه. احنا خارجين. ايه احنا عاملين؟ اطمن على حسابي. فيها ايه دي؟ ما لسه سمون ضربني دلوقتي في 120 قرش وانا يوميتي كام؟ دي مراتي هتولد. اديله مسافر عليك يا ستة. الله 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 الله. خد خد يا سيدي. استاذ اوكي. استنى انت بتقول مراتي هتولد؟ توأم. يلطفك على الله. يلا بر مراتك وتوأمك. يخرب بيتك يا ستة. دول اللي معانا. معلش بكره طفله جديده. يا جدع ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجه. ده هيسكر بيهم. احنا ما حدناش الهضم. احنا خدين شغل. اسكت يا زيزو. المهم دلوقتي ان انا فكرت في شغلانه هتكسبنا ذهب وبعيدا عن كل مخاطر. بس انت اسمع كلامي. تصدق بالله؟ نعم بالله. انت هتوديني في داهيه. هنلعب. ودلوقتي يا حضرات عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟ لا انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. اخلع. انا عايز راجل. عايز راجل. راجل مش دستة. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص وبحق وحقيقي. الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال دفع 5 ريال تسقيف الريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسيفه.
تبعي. يا رب يا وي، من قال يا رب غاب، ومن قال يا عبد ندم بعون الله. كيف النيلة عفبرك يا وي يا وي. صل يا نبي يا وي. سيدي 19 ونص. حلو رضا، انا مش قلت لك البلي هتلعب ازيزو؟ ربنا يتم بخير يا سيدي. يلا بقى قوم بينا ناكل لنا لقمتين حلوين. ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه، انا ما اشربش. انا بشرب. الله، انا اسكر وانت تاكل المزه. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولاده عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل، انا عايز راجل. مفيش رجاله ولا ايه؟ ايوه هو ده سيد الرجال، البطل العضل التمام. هيكتف العبد لله. معلش معلش، قوم يا ريس، قوم يا حبيبي. روح معايا، روح معايا، روح معانا. يا سليك اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدب. قوم يا مدب، قوم يا مدب، كتفني. قوم المدب هيكتفني. قوم الله يخرب بيتك. وانت عاوز انا بالذات ما نكتفك احنا؟ وده عيبه ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم. مالكش دعوه دلوقتي، هيبقى كويس. قوم. بقول لك ايه؟ عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره، بس روق المنديل شويه، هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى، دام جايين تستركونا رزقنا ولقمه عيشنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا. واخرب بيتك. طب انا هوريلك يا حلو، هوريلك يا رب. لازم اكتفك تكتيفه عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. طب روحت برجلك. شد بيتك يا ابو عزيز. شد كتفه فرحان. يلا بقى بالصلاه على النبي، ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل، ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يا هلا. بس ما تقولش هلا. احاولها واطي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك يا هاي. واضربتني رب غلط. تو عليك وعلى شباب. هاي يا رب. مخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟ يا هاي. العبيط يا رب. العبيط يا رب. مساء الخير. مساء النور. ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك انت، حد ربطك يا عم ستة وادالك بومبا وغيره. وطي صوتك، انت عايز تعملي فضايح؟ امال يعني عامل لي جدع وطلعت بقلب؟ وعلى رأي المثل، من بره هلا هلا ومن جوه يا رام الله. هو فين من بره ولا من جوه؟ ما هو متنايم بستنين. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم ستة؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه. احنا
تتقال كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. متشكر متشكر يا بطه، انت بنت حلال قوي. عارفه ليه؟ عشان مامتك ست طيبه وست محترمه وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسك لي العيله فردا فردا؟ خلينا فيك، هنفكك ازاي؟ مش هتعرف يا بطه. لو شغلت مخي هعرف، بس هاكلك الاول. تهديت تعبت وينشف من صباحيات ربنا لحد الليل انا بتعذب ماشي في الشارع عايز حد يفكني، مش لاقي محدش عايز يفكني، جري ورايا حدفوني بالطوب اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين، اللي قال عليا جربان، اللي قال عليا عندي مرض معدي وخايف تعدي. متشكر حبيبتي متشكر. انا مش ممكن احسالك جميل ده ابدا. جميل ايه؟ واحده شافت واحد مربوط في الكتف. دي كانت رابطه بعقل، دي كانت خانقه. ردي صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط. رايك ليكي حق. يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعوقك. القعده معاك حلوه قوي يا عم سيف. انت احلى حبيبتي. تعرفي يا بطه لو عملوا رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومه جوه عين قلبي. هو قلبك ليه عينين؟ اه وعينيا اللي شايفاكي ليها قلب. ها عشان الدنيا برد. يلا حياتي يلا. الله يخرب بيتك. انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه فمحطني خليت رقبتي زي السمسمه، بقيت ماشي من غير سمسمه. خلاص خلاص يا ستة، المهم احنا نشتغل امتى بكره؟ نشتغل تاني؟ مفيش شغل بيني وبينك، انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك، انت من سكه وانا من سكه. يهون عليك العيش والملح. انا هشوف لي اي شغلانه تانيه اكل منها عيش لوحدي. يلا الله سكران بيك يا الصوم القديمه. انا بتاع الصوم بيك يا. اشتري دول تفتحنا حليب ان شاء الله. رينا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كويس. لا ده سليم وده سليم. ده ممكن وريني الجزم. لا 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 دول ما ينفعوش دول ما ينفعوش. لا دي لها فردة؟ لا ملهاش. ناخدها. دول ما ينفعوش ودول ينفعوا. ادفع في دول 3 شلن. 3 شلن في انك وانت حمار بقى. سيب دول وتاخد دول. الله انا حر، دي شغلتي. هتعرفينا شغلتنا وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصوت؟ هتشتريهم بالربع جنيه وانا مش دافع فيهم غير بريزه. هات جتك البلا وانت حمار. الله الله الله، ليه قله الادب اللي على الصبح دي؟ ما انا اقدر اقول لك يا بغلة. ها اخسيه على منظرك. بسم الله على منظرك انت، والله ما بلغدك معاهم يا باي. ججبو سخس. الله ما تصطبح على الصبح يا وليه. ولايه يا عديم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكل على الله. الاسكندريه، العجوزه، مدينه نصر، جمصه، اي سي مرافيا، دمياط، راس البر، بي اي سي، اي سي سي، اي سي بي، اي سي الشركة الام. يميننا في التجارة ويسارنا في الصناعة وعيوننا على التصدير. اي سي فكر دائم، فكر متجدد. يلا معلم بعض. قلو قلو ده معلم بعض. يا يا معلم اللي انت جايبه ده؟ دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. لا مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجة كنت بشوف فيها الرمق ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل القديم. شوف ده تانك كان سليم قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحة انا ما تخمش، اي حاجة لازم تبقى زبالة. معلمنا بيحب الزبالة، والزبالة اليومين دول بتكسب دهب. انا مش بتاع الزبالة يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمة، الحاجات المحترمة. وبعدين معاك
اشتريت شويه الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي يا معلم 50 جنيه. بال 50 جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم يا ار. بقول لك ايه؟ انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن ما اوريكش خلقتي انما ما اعرفش الفلوس بقى ما اوريلكش، يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه امضيلي على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين هات السوم يا ار. الساعه معاك كام؟ ساعه كده. طيب يا ستة ارحمونا مش كده؟ كل يوم كفته كفته كفته، مفيش يوم بطاطس ابدا. والله هتعملوها روح قلبي قلب حياتي نور عيني. نكتتي بتغزلني يا راجل ولا ايه؟ اخوانا طلائع الشباب تحييكم وترجوكم الهدوء، نحن لا نملك الا الوسادة الخاليه. نكتك نسيب. اخوانا اللي فوق لحظة صمت عشان تسمعوني. ايه الحكاية؟ سكتوا ليه؟ اخوانا اخوانا اللي فوق خرجتوا ليه؟ انا مش سامع حاجة، مش هعرف انام، مش هيجيلي نوم. زعقوا شوية. يعني معقوله ست زي حضرتك كده مؤاخذه محترمه تعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه ده العادي؟ يعني معرفش كان وصل لي اصوات كده لمؤاخذه ذات مغزى يعني. مغزى؟ مغزى ده ايه؟ انا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي. ايوه حريف في بيتنا يا حبيبي. طيب ارحموا بقى البني ادمين اللي تحتيكوا برضه، احنا لحم ودم لمؤاخذه. دم؟ وانت لو كان عندك دم كنت سبت الايجار متاخر عليك، ومادام بقى عمال تتلمط لي انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات. ايوه دلوقتي بالذات. احنا ما قلناش حاجه بس انا مضروب اليومين دول في الشغل، وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه. تشتغل؟ انت عمرك تشتغل؟ ده انت صالح، انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز. ست صباط؟ نعم. انت تتنقلت عليا اسمي صباط. صباط يا رحمة. خلاص خلاص صباط اصابات عصابات كله ماشي. ولا ولا اسمع، انا صبرت عليك كتير واظن محدش يقدر يغلطني في الحته ابدا. لما بقى كركبتينك وهوينا. ايوه هوينا. طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى، انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه. قضيه؟ هو انا بتاعك قضيه يا حبيبي؟ ده انا اخد حق في ايدي. لا يا ست صباط مش كده مش كده، انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك. لا مد بقى وراني. هتعمل ايه؟ لا يا ست صباط مش كده على شرط. ولا نعم. عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني. اوعي ولا. وبعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان والله العظيم والله العظيم. يا مؤاخذة بنتفاهم احنا. سعادتك كنت بتقولي معايا. انا عايز اعرف هتعمل ايه. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل حاجه، بس عايز افهم سعادتك حاجه، عايز اقول لسعادتك حاجه. اه لا لا يا الباب. لا ما دام المساله وصلت كده بقى لمؤاخذة انا عايز البيه يضربني. لا البيه ولا انا هضربك. بقول لك ايه؟ انت تلم كركبتينك ولما في المشمش تبقى تشتغل تبقى تيجي. طب الهدوم لمؤاخذة اخد الهدوم ضر لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذة الجو ده مش في اوضتي بقى. انت انت ما مشيتش. هي صباط طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل، يعني مفيش فلوس، يعني مفيش نوم. طب انا عندي لك شغلانه كويسه قوي. ايه هتشغلني وزير صناعه موزمبيق؟ لا 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 هشغلك خدام، خدام محترم. اخرب بيتك، انت عايز ست اشتغل خدام انا؟ وايه يعني؟ عندي ناس محترمين وناس حلوين وتاكل لقمه حلوه، وبعدين دلوقتي ما اسمهاش خدام، اسمها شغال. انا هوديك لواحد معرفه هيوديك تشتغل في بيت محترم. لا 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 خدام ولا شغال ولا كامل فخ، ده انا اشتغل خدام. ولا هم يدفعوا كويس؟ قوي.
كده؟ طب سيبني افكر، انا دلوقتي ما عنديش حاجه في دماغي غير اني انام. تعال اشتغل معايا حمار عشان اخش اوضتي. يلا حمار. لا المرة دي بقى هتصور قاتل يا مقتول. انت كده كدربة. انت حلوة. انت بطل. الله 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 الله. مش كده يقطعك يا لوي. اتهد اتهد شوية اتهد شوية اخ كفتة. اتهد شوية اتهد شوية. الحكومة هتلاقي على خلفتكم ازاي؟ هتوكلكم منين الله يخرب بيتكم يا كفتة؟ يا كفتة اتهدى يا كفتة. ستة والله لا خليك تسعى. اتفضل. ايه ستة ده؟ ده رقم ايه؟ ما تعرفش ستة؟ ستة يعني واحد وخمسة ستة، اتنين واربعة ستة، تلاتة تلاتة ستة. بنقل مننا بيه في الآخر رقم، يعني شكل سعادتك يديني تسعة على طول. خلاص خلاص خلاص. خلاص. أنا أهم حاجة عندي هنا الأمانة. لا موجودة. وما أحبكش تكون صرصار. ايه صرصار دي يا بيه؟ صرصار صرصار يعني رغاية تتكلم كتير. واللي تشوفه هنا كأنك ما شفتوش. لا ما شفتوش يا بيه. تحافظ على أسرار البيت يا ستة. ماشي، ما تخافش، سر كبير. أنا ما عنديش أسرار هنا، إنما أي حاجة تحصل تبقى سر. ماشي، سر؟ ماشي. اتفضل اعمل لي فنجان قهوة. أنا يا بيه. المطبخ من هنا. حاضر. اسمع. نعم. أنا عايز الناس بالليل، عايزك تنظف البيت ده كويس قوي. الله. لا ما هو محتاج نظافة برضه. وبعدين حابب أبعتك تجيب لي شوية طلبات. اتفضل. طيب. تشرب قهوة؟ لا مؤاخذة البطاقة الله يكرمك، معلش عشان في لجان في السكة بس. هي خدمة يا بيه. خمس ايام قدام بالراحه. بتقول ايه يا ولد؟ لا مفيش حاجه، انا بقول سعادتك واقف يعني مد ايدك عشان في اكل تاني جاي، في جاي كتير. سته؟ سبعه، قول ثمانيه نخرب بيتك. ثمانيه؟ ايوه. سته؟ نعم. هدخل درينك للناس اللي جوه. مال؟ درين ايه؟ درينك، درينك ويسكي. ها؟ ويسكي قصده خمره. دي اسمها خمره لا مؤاخذه، طافيه. اشرب خمره جميله، خمره زي ميه النار هتمسح لك كل المسائل. يا عصام بيه. الله، ولازمتها ايه يا عصام بيه؟ عايز انا اقول لك يا سهير هانم.
الله ده اكسير الحياه، انا عمري ما دقت الطعم ده. اديها اكسير الحياه دوبل عشان ال انا من ساعه ما حضرتك كنت بتوشوشها بقها. اخلص انت هنا بتعمل ايه؟ انا جايب سعادتك الهباب ده. طب حط ايدك واطلع بره. حاضر عينيا. لا تقدر سعادتك كمل مالكش دعوه. هيسكر زي عبد العزيز بالملي، بس عبد العزيز ما بيبوظش. شاين عليه شيء.